نستكمل الافتتاح بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار والطوفان. والآن مع كلمة منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو يلقيها الأستاذ حسن مليحة. بسم الله، أهلا وسهلا بالحضور الكرام، كل باسمه ولقبه ومسماه. ودعوني هنا أؤكد بأن حضوركم اليوم هنا في هذا المكان يضيف قوة إضافية لأولئك المدافعين والصامدين من التجمعات البدوية الذين يجترحون عبقرية فريدة في الصمود والبقاء على الأرض. ولعل السبب في انعقاد هذا المؤتمر يكمن في زيادة أو ارتفاع وتيرة الهجمات الاستيطانية ضد التجمعات البدوية، فبالإضافة إلى وسائل الاستيطان التقليدية ابتكرت إسرائيل نموذجا جديدا من الاستيطان، وهو الاستيطان الرعوي، والذي هو في جوهره يوظف الثروة الحيوانية من أجل السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي عبر محاكاة النموذج البدوي الفلسطيني. فمن الملاحظ أنه في الآونة الأخيرة زادت يعني ممارسات جيش الاحتلال ومستوطنيه ضد التجمعات البدوية، سواء كانت بالهدم أو الترحيل أو الهجمات المتكررة والممنهجة والمدعومة من قبل حكومة الاحتلال من المستوطنين على التجمعات البدوية. السياسة الاستيطانية الإسرائيلية ضد التجمعات البدوية بدأت منذ العام 1948 وارتفعت وتيرتها بعد اتفاقيات أوسلو، ثم أصبحت أكثر شراسة بعد مفاوضات واي ريفر الثانية وإعلان أرائيل شارون حرب التلال. فالبدو يعيشون فصول النكبة المستمرة والمتجددة في صباح كل يوم، فهم مهددون بالترحيل والهدم، لأن دولة الاحتلال تهدف من وراء ذلك إعادة هندسة الوجود الفلسطيني في المناطق جيم، وإفراغ وتفريغ الأرض من السكان الفلسطينيين، والسيطرة على ظروف التطور الديموغرافي في المناطق جيم، وخلق واقع جديد يتفوق فيه عدد اليهود على عدد الفلسطينيين، وطمس الهوية الفلسطينية للمكان، وعزل الضفة الغربية عن محيطها الخارجي وتحويلها إلى معازل وكنتونات تشبه معازل الهنود الحمر، وصولا للقضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وديمغرافيا. فالبدو يواجهون تهديدا وجوديا خطيرا، وهم في حرب مفتوحة مع الاحتلال، إلا أنهم يقاومون بعزم وبشرف، لأن المقاومة لديهم فكرة والفكرة تبقى حية لا تموت. وهم بهذا المعنى يقفون في الخندق الأمامي الأول للدفاع عن الأراضي ذات البعد الجيوسياسي للدولة الفلسطينية، وهم يخوضون ملحمة الوجود الفلسطيني. إذن فالوظيفة السياسية للبدو هي الدفاع عن الأرض ذات البعد الجيوسياسي، وهم حراس البيدر ويشكلون عائقا حقيقيا أمام مخططات الضم والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي. نحن في التجمعات البدوية أصحاب قضية عادلة، نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تلك التجمعات، لأنه إسرائيل ترتكب جرائم حرب تتمثل في الهدم والمصادرة والتطهير العرقي
والتهجير القسري للسكان البدو الأصليين، وهي تمثل جريمة حرب متكاملة الأركان حسب القانون الدولي الإنساني وحسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. لذلك نحن نطالب المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بما يلي: أولاً، تقديم الدعم السياسي والمادي للتجمعات البدوية. ثانياً، العمل على توفير الخدمات الصحية والتعليمية للسكان البدو في مضاربهم، فهي حق من حقوق الإنسان، وهذا ينسجم تماماً مع الإعلان العالمي لمنظمة الصحة العالمية عام 1948، إعلان الماتا، والذي مفاده بأن الصحة للجميع. فنحن في التجمعات البدوية لا نريد الصحة فقط، بل نريد الصحة النوعية. فلا نريد، نحن لا نريد أن يكتب علينا بأن نكون ضحايا الاحتلال والمرض. وفلسطين حسب تعريف الاتحاد الأوروبي هي دار ذات جار، وهذا يضاعف المسؤولية القانونية والسياسية لدول الاتحاد الأوروبي تجاه التجمعات البدوية. ثالثاً، بأن يتم العمل على التعامل مع قضايا التجمعات البدوية كقضايا سياسية بامتياز وليست قضايا إغاثية أو إنسانية، لأن ما تقوم به دولة الاحتلال ضد التجمعات البدوية ينتهك عصب قانون حقوق الإنسان الذي يمثل إحدى أسمى القيم الديمقراطية التي قامت عليها أوروبا. رابعاً، أن يتم الضغط بشكل مباشر على دولة الاحتلال في الجرائم التي ترتكبها ضد السكان البدو. فقضية البدو أيضاً هي قضية حقوقية، فما تقوم به إسرائيل من انتهاكات ضد الشجر والبشر والحجر هو يعني جريمة بمفهوم القانون الدولي، ولن تكون المحكمة الجنائية الدولية عنا ببعيد للوصول إلى تحقيق العدالة الدولية، ولا نريد سوى العدالة. فلا يجوز أن يكون من كان بالأمس ضحية الهولوكوست أن يمارس نفس الأسلوب بالطريقة التي تعرض لها قبل 80 عام ضد السكان البدو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضاً أود أن أعلن عن إصدارنا في منظمة البيدر لورقة حقائق حول التجمعات البدوية، قمنا بإعدادها في المنظمة، تناولنا فيها الواقع الصعب اللي بتعيشه هاي التجمعات، وبينا أهم التحديات والعقبات والاعتداءات اللي بتواجهها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بتشمل أيضاً معلومات حول التجمعات البدوية بشكل عام والتجمعات في مناطق الأغوار بشكل خاص بسبب خصوصية الأغوار التي لطالما شكلت قضية هذه المناطق بعداً جيوسياسياً مركزياً في المخططات الاستيطانية ومخططات الضم. تناولنا فيها أيضاً عن أعدادهم وواقعهم والأوضاع الصحية والتعليمية، وأيضاً قمنا بتقديم أهم التوصيات التي من شأنها النهوض بهم وسيتم توزيعها على الحاضرين في نهاية المؤتمر. أما الآن مع كلمة معالي الوزير رئيس هيئة المقاومة الجدار والاستيطان السيد مؤيد شعبان المحترم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لابد أن نوجه التحية لأهلنا وربعنا مخاتيرنا اللي في كل التجمعات البدوية وتحديدا هنا في العوجة، وأيضا نوجه التحية للأخوة الحضور جميعا مع حفظ الألقاب والمسميات. لابد من أن نرفع القبعات وتنحني الهامات لكم أنتم في هذه التجمعات، لأنكم تمثلون الخندق الأول في الدفاع عن فلسطين، في الدفاع عن عروبة فلسطين،
في الدفاع عن دماء الشهداء وأهاق الأسرى. نحن نعلم جيدا كم تعانون، كم تتعرضون من هذا المحتل الغاشم الذي بالأمس، ولا بد أيضا باسمكم واسمنا جميعا أن نحيي التقرير الذي صدر بالأمس عن منظمة العفو الدولية أمنستي، الذي قال وبشكل واضح أن نظام الأبرتهايد، نظام الفصل العنصري، يمارس في كل أجزاء فلسطين، في الداخل الفلسطيني، وما يجري لإخوتنا هناك وأبناء شعبنا في النقب، وهنا في الضفة الغربية والقدس والشتات وقطاع غزة. هذا التقرير الذي يجب أن نقول لمؤسسة دولية كمنظمة العفو الدولية شكرا لكم، لأنكم فضحتم هذا الاحتلال بالوثائق وبالمعلومات. لكن هذا محتل، وهو يريد منا أن نرحل مرة أخرى، أن تعاد النكبة، نكبة عام 48 ونكبة عام 67. لكن نقول له باسمكم جميعا وباسم الشعب الفلسطيني أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية، لن نغادر مرة أخرى، وسنبقى شوكة في حلق هذا المحتل. أنتم في هذه التجمعات وعلى امتدادها، على امتدادها الشرقي من الضفة الغربية، أنتم الوحيدين الذين تحطموا حلم هذا الاحتلال ومستوطنيه بخطة الضم، بخطة تهجير السكان الذي يمارس هذا الاحتلال بكل قوة وصلف وعربدة غير محترم لكل الاتفاقيات الدولية ولا لحقوق الإنسان. نحن نعلم جيدا وعشنا معكم كهيئة مقاومة للجدار والاستيطان بكل التفاصيل التي تعانون منها، قدمنا ما نستطيع، لكن كلنا مقصرون أيضا حتى اللحظة، لأنكم فعلا تمثلون الخندق الأول في الدفاع عن فلسطين وعن مشروع الضم الذي تبناه نتنياهو ومن ثم الإدارة الأمريكية، واليوم يمارسه بنت هذه الحكومة الاستيطانية بما يسمى بالضم الصامت، وهو كل ما يجري هنا على هذه الأرض وفي كل التجمعات من هنا وحتى الأغوار حتى نصل إلى طوباس. كل الذي يمارس بحق هذه التجمعات من اعتداءات للمستوطنين، من أوامر هدم، أوامر إزالة، قتل للمواشي، أيضا تدمير للمحاصيل الزراعية هناك في الأغوار، وهنا أيضا ما يمارس على الرعاة الذين يملكون الثروة الحيوانية هنا، سموا ما يسمون، لكن هذه البؤر الرعوية التي تمارس هذا الظلم وهذه العربدة بحق أبناء شعبنا، بفضل صمودكم، بفضل الإرادة التي تملكونها كفلسطينيين أولا وتملكونها كأصحاب حق، حطمت كل مخططاتهم. بالتالي نقول لكم مرة أخرى، نحن معكم وسنناشد كل المؤسسات، سواء المؤسسات المحلية والمؤسسات الدولية التي تقدم كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود أبنائنا وأبناء شعبنا في هذه التجمعات. بالإضافة إلى لابد من الشكر الجزيل لمنظمة البيدر التي نظمت هذا اللقاء لنلتقي وجها لوجه، ولتكن صرختنا واحدة ليعلو صوتنا عاليا أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية، لن نغادرها مهما فعلتم، اقتلوا كما شئتم، اهدموا كما شئتم، اقلعوا كما شئتم، لكن هناك الكنعاني الأول، الفلسطيني الأول، الراسخ هنا، الثابت هنا، لن نغادر هذه الأرض. دمتم أخوتنا في كل تجمعات،
دمتم فعلاً الرأس الحربة في الدفاع عن هذا المشروع، في الدفاع عن فلسطين، في الدفاع عن شعب فلسطين، ونحن معكم إن شاء الله وبكم سننتصر على هؤلاء الغلاة وعلى هذه الحكومة، وسينتصر الشعب الفلسطيني، وسنصل بعد حين إن شاء الله إلى القدس، إلى القدس عاصمة أبدية لفلسطين. وشكرا لكم. والآن مع كلمة مدير تربية أريحة السيد عزمي بلاوني المحترم.